السلام عليكم أبو تلاميذ الصف الثالث الابتدائي. درسنا لهذا اليوم خصائص الجمع. خصائص الجمع صفحة 32، وحل فقرة أتأكد وأحل صفحة 33. عندنا هنا خصائص الجمع، عندنا خاصيتين، خاصية الإبدال وخاصية التجميع. خاصية الإبدال بابا، هنا عندنا مثال 3 زائد 5، نجمع 3 والـ5 يطلع الناتج 8. إذا بدلنا هنا بدلنا 3 في 5 سوينا بدلنا، خلينا 5 هنا ثاني عدد خليناه أول عدد، قلنا 5، وهنا 3 الأول عدد سويناها ثاني عدد، فقلنا هنا 3 زائد 5 يساوي 8. إذا خلينا 5 قلنا بدلناها، يعني نبدل الثاني عدد نخليه أول والأول نخليه ثاني. 3 زائد 5 يساوي 8. إذا قلنا 5 زائد 3 يساوي، يطلع الناتج نفسه، الناتج نفسه إذا بدلنا سوى العدد الأول خليناه ثاني عدد، أو العدد الأول العدد الثاني خلينا أول عدد. هذه ما يخص خاصية الإبدال. هنا عندنا هم أمثلة مثال على خاصية الإبدال. 6 زائد 7 يساوي 13. إذا بدلنا قلنا العدد الثاني 7 خلينا أول عدد، والعدد الأول هو 6 خلينا ثاني عدد، يطلع لنا 7 زائد 6 يساوي نفس العدد، لأن هو تجميع، نجمع العددين، سواء خلينا أول عدد أو ثاني عدد راح نجمع العدد ويا العدد، فيطلع الناتج نفسه. فستة زائد سبعة 13، وإذا خلينا 7 هنا أول العدد والـ6 ثاني عدد يطلع الناتج نفسه. هذه ما يخص خاصية الإبدال. أما خاصية التجميع، هنا إذا عندنا ثلاثة أعداد، يقول استعمل خاصية التجميع لأجل ناتج. هنا عندنا مطينة 2 زائد 3 زائد 1 بطريقتين. طبعا هنا نقول مثل 2 زائد 3 نخليه داخل قوس 2 زائد 3 زائد 1، راح يطلع نجمع بين الأقواس 2 زائد 3 الناتج 5، زائد هنا الناتج طلعنا 5، زائد 1 الناتج 6. أما هنا بطريقتين مختلفتين، شنو راح نخلي؟ راح نخلي الثلاثة، نخلي 2 هنا زائد، نخلي 2 هنا أول عدد، زائد راح نخلي 3 زائد 1 داخل أقواس. نفس الشيء راح نجمع 3 زائد 1 يطلع الناتج 4، هنا 2 زائد 4 يطلع الناتج نفسه، ناتج 6. هاي ما يخص خاصية التجميع. يعني عندنا 3 أعداد، نخلي أول عددين داخل قوس ثم نجمعها ويا العدد الثالث، ونطلع الناتج داخل الأقواس العددين ونجمعها ويا العدد الثالث يطلع الناتج نفسه. طريقة ثانية مختلفة، أبدل بين الأقواس، بدل ما خليت أول عدد وثاني عدد اللي هو 2 زائد 3 داخل قوس، أخلي 3 والـ1 العدد الثاني والعدد الثالث داخل قوس 3 زائد 1، وأخلي 2 الأول عدد خارج القوس، وأجمع داخل الأقواس أقول 3 زائد 1 4، وأجمعها و2 يطلع الناتج نفسه. هذا ما يخص خاصية التجميع. كخاصية الإبدال الناتج نفسه ما يتغير. نأتي إلى حل فقرة أتأكد. استعمل خاصية الإبدال لأجل ناتج الجمع بطريقتين مختلفتين. نعدنا 6 زائد 8 يطلع الناتج 14 أو 14. هذا نبدل 6 زائد 8، قلنا إذا نبدل نخلي 8 أول عدد والـ6 ثاني عدد، راح يطلع الناتج نفسه هو 14 أو 14، وهو الأصح 14. نأتي إلى المسألة الثانية، 7 زائد 4 يطلع الناتج 11. إذا بدلنا نخلينا 4 أول عدد والـ7 ثاني عدد، راح يصير 4 زائد 7 الناتج ما يتغير نفسه 11. نعنى 13 زائد 21، نعنى مثل ما علمناكم كل مرتبة نجمعها ويا مرتبتها، فأحاد ويا أحاد وعشرات ويا عشرات ويا عشرات. 3 زائد 1 ناتج 4، 1 زائد 2 ناتج 6 يكون ناتج 4، العفو 1 زائد 2 يكون ناتج 3، فيكون الناتج 4 أو 34. قلنا أحاد وأحاد، 3 زائد 1 4، عشرات وعشرات، 1 زائد 2 3. هنا إذا بدلنا مكان ما 13 زائد 21 نخلي هنا 21 هنا أول عدد زائد 13 ثاني عدد، ونبدأ نجمعهم كل مرتبة ومرتبة، ما تخلط علينا أحاد وأحاد، عشرات وعشرات. 1 زائد 3 الناتج 4، 2 زائد 1 ناتج 3. شوف الناتج نفسه ما يتغير، 34 34، لأن هو جمع عددين.
نأتي إلى استعمل خاصية التجميع لأجد ناتج الجمع بطريقتين مختلفين. هنا خاصية التجميع، قلنا خاصية التجميع هنا أول عددين خليناهم داخل قوس نجمعهم وهي العدد الثالث، فعندنا 2 زائد 9 الناتج 11 أو 11 زائد 14 نجمع كذلك آحاد وهي آحاد، فنقول هنا الواحد نجمعها وهي الأربعة، 1 زائد 4 يكون ناتج 5، والواحد زائد 1 يكون الناتج 2 فيكون الناتج 25. هنا نخلي هنا الاثنين نخليها خارج قوس ونجمعها، نخلي داخل قوس التسعة والعدد الثاني قلنا مثل ما علمناكم العدد الثاني والعدد الثالث 9 زائد 14. هنا راح نجمع بين الأقواس، نقول 9 زائد 4 يكون ناتج 13، فنخلي 3 وباليد واحد، هذا باليد واحد أجمعه ويا الواحد شو يصير؟ 1 زائد 1 2 فيكون ناتج 23. طبعا ناتج 23 انت باب مو طلعها بالناتج لأن بعد ما جمعناه ويا الاثنين، فيكون 23 هنا نكتبها نجمعها ويا الاثنين، 2 آحاد نجمعها ويا الآحاد من هذا العدد ناتج، فنقول 2 زائد 3 5 والعشرين هنا تنزل العشرات فيكون الناتج 25، نفس الناتج الأول. سواء احنا بدلنا احنا عندنا داخل قوس 2 زائد 9 زائد 14، خلينا 2 خارج القوس وخلينا 9 وال 14 داخل الاقواس او داخل القوس. ناتي الى هاي المساله، هنا عندنا 7 زائد 18 زائد 35، فهنا انا مطينا هم خاصيه التجميع، فنقول مثلا نخلي 7 زائد 4 18 داخل قوس ونجمعها ويا العدد الثالث اللي هي 35 فيكون ناتج 7 زائد 18 يكون ناتج 25، نجمعها ويا 35 نقول 5 زائد 5 يكون ناتج 10 وباليد واحد على العشرات، 2 تجيها 1 3 زائد 3 يكون الناتج 60. العفو احنا ما جمعنا هاي، راح الناتج يطلع نفسه 7 زائد 8 زائد 18 يكون 25، ال 25 لا هنا باب العفو هنا هو يعني يريد خاصية التجميع، هنا راح نخلي هذني 7 و18 داخل أقواس فيكون ناتج مالهم 25 عندما أجمعهم، أجمعهم وال 35 يصير ناتج 60. إذا نخلي هنا 35 خارج القوس وأجمع 7 وال 35 نخليه هنا خارج القوس وأجمع هنا داخل أقواس بابو 7 زائد 18، إذا خلي 18 خارج قوس العفو وخلي هنا 7 والخمسة وثلاثين داخل القوس وأجمع 7 زائد قلنا هذا 7 ويا 35 يكون ناتج مالته 42، أجمعها ويا 18 فيكون 8 زائد 2 10 صفر باليد واحد، وهاي الواحد ويا الواحد 2 2 زائد 4 يكون ناتج 6، يكون الناتج نفسه هو 60 60 ب60. هنا عندنا فقرة أحل، فقرة أحل استعمل خاصية الإبدال لأجد ناتج الجمع بطريقتين مختلفتين. هنا عندنا منطينا 7 زائد 9 اللي هو يساوي 16، إذا بدلنا الناتج قلنا 9 زائد 7 يكون الناتج نفسه 16. هنا عندنا 11 زائد 28 كنا مثل ما علمناكم كل مرتبة ومرتبتها، 1 زائد 8 يكون ناتج 9 و1 زائد 2 يكون ناتج 3 39. إذا بدلنا خلينا 28 هنا زائد 11 كذلك كل مرتبة ومرتبتها، 8 زائد 1 9 و2 زائد 1 يكون ناتج 3 فيكون ناتج 39. نعد نستعمل خاصية التجميع لأجل ناتج الجمع بطريقتين مختلفتين. نعد قلنا 9 زائد 18 أخليها داخل قوس وأجمعها ويا العدد الثالث، فيقول 18 زائد 9 يكون ناتج 27، 27 راح أجمعها ويا 21 فكل مرتبة ومرتبتها، 7 زائد 1 آحاد ويا آحاد يكون ناتج 8، والثنين ويا الثنين 8 زائد 2 يكون ناتج 4 فيكون ناتج 48. هنا راح أخلي هنا أول ما خلينا أول عددين داخل قوس، هنا راح نخلي 18 خارج قوس
وخلي 9 زائد 21 داخل القوس. راح نجمع 9 زائد 21، الناتج يكون 30. أجمعها ويا 18، فعندنا 8 زائد 0 8، 1 زائد 3 4، الناتج نفسه ما يتغير 48. هنا نفس الشيء راح نستخدم، خلي 37 ويا 45 داخل القوس واجمعها ويا 19، فعندنا كل مرتبة ومرتبتها 7 زائد 5، طبعا الناتج 12. احنا 12 ما يصير ننزله، نخلي 2 وباليد 1 على المرتبة هنا الثانية. راح نجمع 3 و1 تكون 4، زائد 4 العشرات يكون ناتج 4 زائد 4 يكون ناتج 8، في الناتج 82. زائد اجمعها هسه ويا 19، فاثنين زائد 9 11، هم ما اخليها، اخلي 1 1 1 باليد المرتبة اللي بعدها. 8 زائد 1 9 زائد 1 يكون ناتج 10، فالعشرة تنزل لان ماكو مرتبة ثالثة، فيكون الناتج 101. هنا طبعا نفس الشيء، بس نخلي نغير بالاقواس، لون بالاقواس، يعني نخلي 45 خارج القوس و 37 زائد 19، فهنا راح نخلي قلنا 37 و 19 داخل الاقواس، فال 45 تنزل نجمعها. هنا نقول 37 زائد 9 7 زائد 9 يكون ناتج 16، ف6 وباليد 1 على المرتبة اللي بعدها. 3 زائد 1 4 زائد 1 ناتج 5. هنا أبدي أجمع 45 و56، 5 زائد 6 يكون ناتج 11 1 وباليد 1 على المرتبة اللي بعدها. الواحد أجمع ويا المرتبة اللي بعدها ويا 4 يكون 5 زائد 5، الناتج 10. مثل ما تلاحظون الناتج يبقى نفسه، بس غيرنا الأقواس، الأعداد داخل الأقواس. نقول اكتب العدد المناسب في المربع واكتب اسم الخاصية. هنا مطينا 8 زائد العدد هنا يساوي 13 زائد 8، طبعا هاي بين خاصية الإبدال. شلون؟ لهنا مطينا 8 زائد، هنا 8 8 العدد الأول، زائد هنا 8 وين صار؟ بالعدد الثاني. فهنا هنا 8 جايبينها بالعدد الأول، هنا 13 13 جايبينها بالعدد الأول، هنا راح أخليها شنو؟ بالعدد الثاني. فايش يكون 8 زائد 13؟ هي نفسها يساوي 13 زائد 8، بدلنا، هاي يسمونها خاصية الإبدال، ويطلع الناتج نفسه 8 زائد 13 يساوي 13 زائد 8. أما هنا عندنا 3 أعداد مطينا عددين داخل القوس وعدد ثالث خارج القوس، إذا هاي خاصية يسمونها خاصية التجميع. هنا 7، هنا 7، هنا 2 كان داخل القوس، هنا مخرجينها خارج القوس، اذا هنا 7 مدخلين داخل القوس، بعد شنو اللي عندنا لازم ندخله بالقوس اللي هو 16، فيكون 7 زائد 16، يعني 7 خارج القوس زائد 16 زائد 2 هي نفسها 7 اذا خرجتها خارج القوس، العفو داخل القوس، زائد 16 زائد 2 يكون ناتج نفسها، يسمونها خاصية التجميع. هنا نقول خاصية الإبدال، خاصية الإبدال، وهنا خاصية التجميع. هذا كل ما يخص فقرة أتأكد وأحل وخصائص الجمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.